مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، صباح الخير، معكم سيد فلاح، بكلم حضراتكم من جامعة قناة السويس. واليوم بدء قرار تطبيق منع دخول العاملين وطلاب جامعة قناة السويس غير الحاصلين على لقاح كورونا. معنا في الصورة الدكتور محمد شغيدة، نائب رئيس جامعة قناة السويس، وبيتأكد بنفسه من دخول العاملين أو الطلاب الحاصلين على لقاح كورونا. احنا امام جامعه قناه السويس بمحافظه الاسماعيليه، ويمكن كان هناك عده قرارات امس لجامعه قناه السويس بمنع دخول العاملين او الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا، بالاضافه الى منع تدخين داخل الحرم الجامعي وتحويل من يثبت بعدم حصوله على يعني منع دخول العاملين. زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعه اهوت، يعني الطلاب معاهم شهاده الحصول على لقاح كورونا. ايضا تم هناك قرار بمنع يعني دخول العاملين غير الحاصلين على لقاح كورونا، بالاضافه الى منع التدخين داخل الحرم الجامعي ومنع الشيشه الالكترونيه وتحويل من يتم ضبطه مدخن داخل جامعه قناه السويس الى الشؤون القانونية، يعني منع التدخين داخل جامعة قناة السويس ومنع دخول غير الحاصلين على لك. دكتور محتاجين بس نتكلم مع حضرتك عن يعني بتطعيم صحتك. يعني الجامعات المصريه والمصالح الحكوميه تبدا اليوم يعني اولى قرار تطبيق قرار منع دخول العاملين والطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا. الدكتور محمد شغيدة، نائب رئيس جامعه قناه السويس، بيتاكد يمكن على باب جامعه قناه السويس من دخول العاملين للقاح. يعني طبعا الطلبه معاهم اللقاح متصور على الهاتف او بيحملوا شهادتها. الدكتور محمد شغيدة، نائب رئيس الجامعة، بيتأكد من الحصول على لقاح كورونا. زي حضرتك شايفين معاهم دكتور محمد. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا بيكم. حضرتك يعني بتتأكد بنفسك من حصول الطلاب على لقاح كورونا اول يوم؟ يعني اهلا وسهلا بيكم طبعا في رحاب جامعة قناة السويس. يمكن علشان بدايه تطبيق القرار احنا طبعا اعلنا على كل الميديا بتاعه جامعه قناه السويس، حتى العمداء والوكلاء بلغوا حتى الطلبه عندهم في داخل الكليات ان النهارده 15 نوفمبر هو بدء، وهو فعلا واتنشر، وطبعا على كل يعني الميديا بتاعه حتى الدوله انه تطبيق قرار ان شاء الله من 15 نوفمبر النهارده. فبدايه تطبيق القرار انا الحمد لله كنت عامل اجتماع يمكن مع الساده ضباط الامن امبارح علشان نتفق على الآلية بتاعة تطبيق هذا القرار، ويمكن يعني أشرت أن كل ضابط أمن في كل مكان موجود مع مجموعة الأفراد بتاعته، مش هيسيبهم لوحدهم، لأنه بداية تطبيق القرار ده من الحاجات المهمة جدا. الآلية دي لما الناس كلها هتلتزم بيها وتبقى حاسة أن في جدية في هذا الموضوع، يبقى كل الطلبة هتلتزم، كل العاملين وأعضاء التدريس هيلتزموا بهذا القرار، وإن شاء الله يا رب كده مصر دايما سليمة، وبإذن الله في يعني نعم ورغد بإذن الله. وبإذن الله يعني إحنا بنتكلم إن إحنا مكملين لغاية إن شاء الله نهاية العام الدراسي، يعني تأكيدا لتطبيق هذه القرارات. وإحنا فعلا بنشكر فعلا فخامة الرئيس وبنشكر دولة رئيس الوزراء على هذه القرارات اللي دايما بتصب في صالح الدولة وصالح الطلاب وصالح الجامعات والهيئات الحكومية. معالي النائب دكتور محمد شقيدة، نائب رئيس جامعة قناة السويس للتعليم والطلاب،
انا شايف حضرتك بتوصل ان المواطن او الموظف او الطالب يطلع شهادة التطعيم، وبرضو لفت نظري في الحقيقة ان حضرتك بتشوف الموبايل، يعني هل لو في حد مثلا واخد صورة على الموبايل برضو بيعبر يا فندم؟ احنا تسهيلا لكل الطلاب، مدام انا متأكد ان الطالب ده حصل على التطعيم ولو حتى الجرعة الاولى يعني ماشي في البروسيس، فاحنا يعني اذا كان ورقي او اذا كان حتى متصور على الموبايل انا بطمن ان الطالب ده او ابني اللي داخل الجامعة مطعم، فيعني هبقى مطمن على صحته وعلى صحة زمايله داخل الجامعة. فانا دايما عشان سهولة وتيسير الامور على الطلاب، اي وثيقة في الكارت ده باي شكل احنا ممكن نطلع عليها وندخله على طول. عندنا حس بالموظفين اللي بتعامل يا فندم؟ عندنا يا فندم احنا نسبة التطعيم لكافة منتسب الجامعة وصل ل 97.5%، يعني وما زال يعني احنا عندنا وحدات ومحطات للتطعيم داخل الجامعة، مش كده وبس، حتى التطعيم اللي هو تحت سن ال 18 اللي هم الطلاب المستجدين اللي يبقى سنهم وصلت 18، احنا من الاسبوع الماضي احنا بدأنا تطعيم اللي هو اللقاح المناسب ليهم اللي هو لقاح فايزر، والحمد لله. يعني عايز اقول لحضرتك انه لو احنا جينا للطلبة 99% من الطلبة بتوعنا الحمد لله تم تطعيمهم. المدن الجامعية اخبارها يا فندم؟ طمنا. المدن الجامعية ما فيهاش ولا طالب داخل من غير تطعيم بداية، من يعني من قبل حتى تطبيق القرار. عند تسكين الطلاب كنا بنعمل الطلبة اللي متطعم بيجيب ما يثبت انه طعم، اللي ما اتطعمش بحط محطة او نقطة تطعيم داخل كل مدينة على اساس ان هو يتم تطعيمه وعمل الاجراءات قبل التسكين. رغم النهاردة اول يوم يا دكتور محمد، انا شايف الطلبة والعاملين كلهم معاهم يحملوا الشهادة. يعني انا عايز اقول لك يا استاذ سيد انه فعلا خلال الفترة اللي فاتت تم الاعلام بشكل جدي على كل الطلبة وكل العاملين داخل جامعة قناة السويس، فبالتالي كل الطلبة عندهم هذه المعلومة. انا حتى في كل لقاءاتي والانشطة الطلابية مع الطلاب باكد عليهم ان 15 نوفمبر ما فيهاش كلام، احنا لازم نطبق القرار، فالحمد لله كله ملتزم. كلمنا دكتور عن قرار منع تدخين الدخين العادي او السجارة الالكترونية داخل الحرم الجامعي. يعني احنا بدأنا فعلا في هذا الموضوع، بدأنا نعلم يعني كل العاملين داخل الجامعة انه لن يتم السماح لاي فرد بالتدخين داخل حرم الجامعة باي شكل. فعشان كده حضرتك يمكن لاحظت ان حتى اللي داخل في العربية ومعاه سجارة بيرجع تاني، وقفت حضرتك بيرجع تاني، وده ما ينفعش يدخل داخل حرم الجامعة. لو في رسالة عايز تقولها لطلبة الجامعة يا فندم اللي ما حصلوش على اللقاح، وهل متاح ان انتوا تعملوا لهم مقر هنا في الجامعه؟ احنا يا فندم في مقر دايم يمكن للجامعه من يعني مش عايز اقول لحضرتك من قبل ما وزاره الصحه تشتغل في موضوع اللقاح. جامعه قناه السويس كانت بالتعاون مع مديريه الطب مديريه الصحه في الاسماعيليه عملنا نقطه داخل الجامعه، الحمد لله كانت يعني اكتر من محطه داخل الاداره الطبيه، ومحطه للطلاب اللي ما طعموش، ومحطه في المدن الجامعيه. كل ده لصالح الطالب، لانه يعني وعلى مدار السنه ان شاء الله التطعيم ده شغال معانا لغايه ما هننهي خالص، لانه في بعض الطلاب يبقى عندهم محاذير، اللي كان مريض ببرد واللي كان عنده مانع يمنعه من التطعيم بيجيب افاده من الاداره الطبيه لحين زوال هذا المانع، وبالتالي بيطعم بعديها. فاحنا ان شاء الله يعني مستمرين. النائب لو في مؤتمرات طلابيه او علميه لضيوف جايين الجامعه، آلية التعامل معاهم ازاي فيما يتعلق باللقاح؟ القرار واضح فعلا، يعني انا عايز اقول انه مش هيسمح لاي حد بالدخول داخل الحرم الجامعي الا اللي حاصل على التطعيم. فاذا كان في زائر غير حاصل على التطعيم هنستاذنه انه هيرجع، علشان مش هينفع السماح او مش هيتم السماح له بالدخول داخل الحرم الجامعي. شكرا معالي النائب. شكرا جزيلا. صباح الخير. انتوا معاكم طبعا جايين داخل الجامعه ومعاكم شهاده التطعيم معانا، طبعا عارفين القرار ده يعني طبعا عارفين. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه مشير التلفزيون اليوم السابع ان حتى الطلاب والعاملين احملوا شهاده التطعيم. مشاهدينا مشير التلفزيون اليوم السابع في كل مكان بننقل لحضراتكم قرار جامعه قناه السويس بمعنى دخول العاملين والطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا. زي ما حضراتكم شايفين الطلبه والكل يحمل شهاده لقاح كورونا اثناء دخولهم الى حرم جامعه قناه السويس. مشاهدينا مشير التلفزيون اليوم السابع في كل مكان، كنت معكم سيد فلاح، بشكر حضراتكم على المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.